جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياة القلوب، ونحن نتحدث في أغذية القلب وأدويته. لا تنسوا أيها الإخوة أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يهبنا قلوبا سليمة، لكن هذا القلب السليم في زحمة الحياة، في اللقاء مع أهل الأدران، في سماع الكذب، الغيبة، النميمة، النظر الحرام، لا سمح الله أكل الحرام، القلب السليم يمرض، وإذا تمادى المرض ممكن أن يموت. لذلك هذا القلب ليبقى سليماً بحاجة إلى غذاء دائم وبحاجة إلى دواء دائم. فالحديث عن أغذية القلب وأدويته، أهم غذاء للقلب وأهم دواء له ذكر الله تعالى، ثم القرآن الكريم، ثم السماع. ودرس اليوم الدواء والغذاء الرابع للقلب الإكثار من الأعمال الصالحات تقربا إلى الله تعالى. يا أيها الإخوة، أنتم قوم قدر عليكم أن تعملوا الصالحات، الحمد لله. أنتم تجلسون مثل هذا المجلس وأمثاله، تتحدثون عن الحض على العمل الصالح، أو تتكلمون في آليات العمل الصالح، أو تجتهدون مع بعضكم البعض كيف بدنا نعمل عمل صالح. من فضل الله، من فضل الله علينا أن جعلنا من جماعة عملوا الصالحات. كهذه المجالس بالضبط يوجد أشخاص مثلنا يجتمعون ليحث بعضهم بعضا على الفجور، ليحث بعضهم بعضا على السرقة، ليحث بعضهم بعضا على الاعتداء على أموال الآخرين، ويدرب الواحد فيهم صاحبه على آلية الاعتداء، آلية النصب، آلية الأذى، آلية الإجرام، آلية الفحش، آلية الإساءة. نحن لو نبقى ساجدين إلى يوم القيامة إنه جعلنا من جماعة عملوا الصالحات، ما ممكن مؤدين الشكر لله تعالى. أنتم بفضل الله تعملون صالحات وتفرحون إذا عملتم صالحات، بس أيها الإخوة، لابد أن يكون العمل الصالح معجونا ببرنامجكم اليومي. والعمل الصالح بالنسبة لنا ليس لأجل الشعارات التي تقول من أجل الإنسانية، نحن نحترم الإنسانية، بس نحن في هدفنا الرئيس أن يرضى الله تعالى علينا، في هدفنا الرئيس إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لأننا نرى من يرفع شعارات الإنسانية ويرفع شعارات حقوق الإنسان، كيف يقضي على الإنسانية وكيف يطحن حقوق الإنسان كلها، ثم يقول بأنه يبحث عن إنسانية الإنسان. نحن قوم نعمل الصالحات تقربا إلى الله تعالى، نحترم الناس، كل الناس، ونحترم الإنسانية، لكن مقصودنا من كل أعمالنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ثم إن للحسنة نورا في القلب، بدك قلبك يتغذى بدك تعمل صالحات. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب العباد. فالطاعات أيها الإخوة غذاء القلوب. إذا شعرت قسوة في قلبك اعمل أعمال صالحات جديدة، إذا شعرت جفافا في قلبك اعمل أعمال صالحات جديدة، إذا شعرت بأن قلبك لا يخشع ابدأ عملا صالحا جديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه يوم تموت القلوب. إحياء ليالي العيد عمل صالح.
في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. الله يرضى عن الصحابة يا أخوان، كانوا يستشعرون مسألة حياة القلب. الأمرات واحدنا بيروح لعند الدكتور يشكو له وجع ضرسه، وبيروح لعند طبيب يشكو له وجعا في كتفه، ويروح لعند طبيب آخر يشكو له وجعا في ظهره، وطبيب آخر وجعا في صدره. في شي مرة رحت لك لعند طبيب قلت له أنا حاسس قسوة في القلب؟ والله يا دكتور ما عم تدمع عيني، صلي شهر ما دمعت عيني. والله يا دكتور أنا صلي شهر عم بقرأ قرآن ما حاسس جفاف. الصحابة كانوا يفعلون. بفضل الله، بفضل الله يا أخوان، في منكم مرارا ما جاء وقال بأنه يشعر هذا الشيء. التربية الإيمانية بتخلي المؤمن رقيق جدا، رقيق جدا. إذا صار بينه وبين الله جفاء بيتآلم، بصير بده مين يساعده بالأمر. إن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. العمل الصالح يلين القلب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هلأ من هو أنفع الناس للناس؟ أنفع الناس على الإطلاق سيدنا محمد، لا زال خيره إلى اليوم ماشي بين الخلائق. طيب من وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الذين يمشون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو رأيكم يا أخوان كلكم تصيروا دعاة إلى الله عز وجل؟ شو رأيك تصير في زمرة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالمباشرة وإما بالمعاونة؟ الدعوة إلى الله بدها مباشرة وبدها معاونة. هلأ أنا عم بحكي لكم، نسأل الله أن يتقبل هاي دعوة إلى الله عز وجل، بس يلي حط الميكروفون كمان هاي دعوة إلى الله، ويلي ركز الصوت عشان تسمع هاي دعوة إلى الله عز وجل، ويلي هيئ المكان كمان هي دعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله في دعوة بالمباشرة وفي بدعوة بالمعاونة، ونحن لابد جميعا أن نعمل في الأمرين، ما استطعنا لذلك سبيلا. يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة المنورة، شهراً. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمناً يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. فيا أخوان، المتوقع ممن يرجو من الله أن يلين قلبه، يرجو من الله أن يرزقه القلب السليم، يرجو من الله عز وجل صلاح قلبه، يرجو من الله أن لا يموت قلبه، أن يجعل العمل الصالح ديدنه، وأن يجعل بذل الخير شعاره، وأن يجعل إيصال الخير والنفع والبر إلى العباد عادته. طيب لأيمت نظن عم نعمل خير؟ أنت رجل تأخذ تعاليمك من فوق، إلى متى سأبقى أعمل خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. إلى آخر نفس من أنفاسك، لأنك مسلم، لأنك من أهل القرآن، لأنك من أهل الذكر، لأنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر لحظة أنت مع أهل الخير. طيب إذا عملت خير شو بيصير؟ قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد فسرت الحياة الطيبة بحياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره. والله يا أخوان، مرات واحدكم يدخل سروراً على إنسان، يقضي حاجة أخ. ذكرت لكم مرة، الحمد لله هذا كثير فيكم، بس أذكر بأن أخ قال لي: أستاذ أرجوك إذا بتعرف واحد مكسور وأنا بقدر أجبره أرجوك تقلي عليه. قال لي: أنا بشعر كل السعادة لما بينجبر مكسور على إيدي. سبحان الله، السعادة التي تنزل في قلبك لما تفعل الصالحات أكبر من كل لذائذ الدنيا. فسرت الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة. أنتم يا أيها الإخوة بتروحوا بتناموا على سريركم ملء العين، الحمد لله أنتم مو آذين أحد، مو معتدين على أحد، والله مأكرمكم، بالعكس فعلين خير مع الناس. فأنت تذهب وتغدو وتروح. هلا أنت رايح على بيتك ماشي وحدك مطمئن، لا في حدا بده يجي يمسكك لأنه له معك مصاري، ولا في حدا بده يزحلك شي زحلة لأنك آذيله ابنه، ولا في أحد. أنت مطمئن في ذهابك، في إيابك، في طعامك، في شرابك، تأكل ما شئت، تشرب ما شئت، مرتاح. فلا نحيين، هذه حياة طيبة. بس اللي بيعتدوا على الآخرين بيخاف من خياله، بيخاف يطلع له العقاب من بين يديه أو من خلفه، ليس مطمئناً، تجده يضحك ويلعب لكن في داخله عذاب. فسرت الحياة الطيبة بحياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله، أنت مرات تحيي ليلة تخرج من الأحياء تريد أن تطير على وجه الأرض، تشعر بسعادة غامرة لو وزعت على الدنيا لكفتهم. لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. قال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. العمل الصالح، وهذه الحياة الطيبة أيها الإخوة تكون في الدور الثلاثة: في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار الآخرة. فلذلك ما استطعتم أن تجتهدوا في كل حياتكم بالعمل الصالح افعلوا. وما دمنا في موسم خيرات وفي رمضان وفي العشر الأخير من رمضان ما دمنا فيه، فتعالوا نجتهد ما استطعنا في العمل الصالح، لأن في هذه الأعمال الصالحات شفاء للقلب وحياة له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان.